الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير الشامل لهضبة المقطم ويشدد على إقامة أنشطة استثمارية جديدة. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، التحالف الوطني يطلق أكبر مبادرة إطعام لدعم 5 ملايين أسرة. الخزانة الأمريكية تحذر الكونغرس من خطر تخلف واشنطن عن سداد الديون مطلع يونيو وتدعو لرفع سقف الدين. منتصف ليل القاهرة 10 بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع الزميلة آلاء طاهر. إليك آلاء. شكرا كريم، وأهلا بكم مشاهدينا. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير الشامل بهضبة المقطم بمحافظة القاهرة، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي شدد على إقامة أنشطة استثمارية جديدة توفر فرص عمل لأكبر عدد من الشباب، بما في ذلك أعمال إقامة محاور وطرق إضافية وإنشاء حوائط داعمة للهضبة حفاظا على أمن المواطنين. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد أعمال التطوير الشامل لهضبة المقطم. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس شدد على إقامة أنشطة استثمارية جديدة توفر فرص عمل لأكبر عدد من الشباب، بما في ذلك أعمال إقامة محاور وطرق إضافية وإنشاء حوائط داعمة للهضبة حفاظا على أمن المواطنين. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية في مواجهة آثار الأزمة العالمية، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن إطلاق أكبر مبادرة إطعام في مصر تحت عنوان خيرك سابق، بهدف تقديم الدعم الغذائي لنحو 5 ملايين أسرة على مدار العام. وأوضح التحالف في بيان أن المبادرة يتم إطلاقها ضمن أنشطة التحالف الرئيسية التي تستهدف توسيع دائرة الحماية الاجتماعية، وسيتم تنفيذها عبر 3 مستويات. أولها توزيع كرت الخير على الأسر المستفيدة، والثاني توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة في منازلها، والثالث هو توزيع الوجبات الساخنة من خلال مطابخ التحالف بكافة محافظات الجمهورية. واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لتوفير السلع بأسعار مخفضة. من منطلق المسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين،
تواصل الوزارة فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% حتى نهاية الشهر الجاري. الأسعار برة بتخلينا ندور على المبادرة، نشتري من المبادرة. احنا نتمنى الأسعار تبقى في كل حتة أسعار واحدة، وهو رئيس عايز كده أساسا. وزارة الداخلية قايمة بمجهود كبير يعني جبار، يعني دي حاجات يعني خارج اختصاصها، لكن هي بتحاول انها تقف ضد الناس اللي بتلعبوا في السوق بالاسعار. لا دي حاجه كويسه جدا، واحنا بنشجعهم على حاجه زي كده لان احنا المستفيدين في حاجه زي كده. كل السلع متوفره، زيت وسكر ورز وكل حاجه، واسعار كويسه جدا. اتمنى تكون موجوده في كل حته مش بس في السوبر ماركت. رئيس ربنا يبارك له، عامل كل حاجه حلوه وكل حاجه موجوده، مفيش حاجه ناقصه. تشهد هذه المرحلة من المبادرة مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية من خلال 1056 فرعا لها على مستوى الجمهورية، تتوفر فيها كافة أنواع السلع بجودة عالية وبالتخفيضات المعلن عنها، حيث يقبل المواطنون على الشراء مستفيدين من تخفيضات المبادرة لتلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة. عندنا كل السلع الأساسية بكميات كبيرة ومتوفرة كلها، كل الكميات من الشاي والرز والسكر والمكرونة بتخفيضات كبيرة جدا. طبعا مبادرة زي دي بتبين ان قد ايه الرئيس بيحس بينا، وقد ايه ان هو واقف مع الشعب بتاعه، وقد ايه ان هو بيحس بالمواطن وبيوفر له على قدر الامكان على قدر المستطاع المنتجات الاستراتيجية زي الزيت والسكر والرز. بنشكر السيد الرئيس ووزارة الداخلية ان هي بتشرف على المبادرة دي، واحنا بنشكر السيد الرئيس على الاسعار الجميلة اللي هو مقدمها لنا، ومصر بخير الحمد لله. إلى جانب السلاسل التجارية، أقامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع كبار التجار عدداً من الشوادر بالميادين الرئيسية لعرض السلع المتنوعة في إطار المبادرة بالتخفيضات المعلن عنها. وتشارك منظومة آمان في مبادرة كلنا واحد بتخفيضات كبيرة على السلع المعروضة في منافذها الثابتة والمتحركة، والتي يصل عددها إلى 1026 منفذاً ثابتاً ومتحركاً على مستوى الجمهورية، موضحة جميعها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد، ونبقى جنبك للنهاية. منظومة آمان تقوم بطرح كميات إضافية من السلع عبر منافذها المتحركة المنتشرة بالشوارع والميادين بتخفيضات كبيرة أشاد بها المواطنون على مستوى الجمهورية. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة. حاجة دي إنجاز عظيم للرئيس يعني حسب لي. الرز مدعم ب 13 جنيه في مبادرة الرئيس، ربنا يخليك لنا يا رئيس. يعني الرز ده بره ب 20 جنيه و 18 جنيه، كل يعني الداخلية تساهم وتنزله 13 جنيه، حاجة يعني في رز ب 13 جنيه كلنا واحد، مبادرة كلنا واحد. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وربنا يعينه معانا، وشكرا لدعمك معانا واللي انت حاسب بينا، وربنا يخليك لمصر. تستمر مبادرة كلنا واحد في أداء دورها الاجتماعي في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة في كافة السلاسل والمنافذ المشاركة فيها على مستوى الجمهورية. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 591 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 289 طن مواد غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 51 طن. أما في مجال حجب الأرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض، فتم ضبط أكثر من 229 طن. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 9 أطنان. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 386 قضية، من بينها 161 قضية خبز ناقص الوزن و 142 قضية خبز غير مطابق للمواصفات.
وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 12 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 804 أطنان. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة حول صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارا من العام الدراسي القادم 2023-2024. وقام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكدت أنه لا صحة لإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارا من العام الدراسي القادم، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددة على استمرار نظام سنوات الدراسة كما هو دون أي تغيير، سواء في مرحلة التعليم الأساسية أو المرحلة الثانوية. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها سترسل فرقا خلال الأيام القادمة إلى المواقع النووية الأوكرانية على أن تزيد عددهم بالثلاث مرات مستقبلا. وأوضحت الوكالة أن نحو 11 إلى 12 خبيرا سيكونون حاضرين في أي وقت من الآن فصاعدا في أوكرانيا من أجل مراقبة الوضع والكشف على التجهيزات وكذلك تقديم المساعدة الفنية. وشددت الوكالة على أن هذا القرار يشير إلى توسع كبير لدورها بعدما كانت تجري مهمات محدودة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تواصل قتال القوات الروسية في سوليدار ومدن أخرى بشرق أوكرانيا. وكان زيلينسكي أكد في كلمة أمام البرلمان الليتواني أن بلاده تتجه نحو النصر، مضيفا أن عام 2023 سيكون عاما حاسما، شاكرا جميع الدول التي تساعد أوكرانيا، إلا أنه طالب بالمزيد من الدعم. بدورها قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على بلدة سوليدار الاستراتيجية في منطقة دونباس بأوكرانيا. وأضافت الوزارة أن سيطرة روسيا على المدينة سيسمح لقواتها بقطع طرق إمداد القوات الأوكرانية عن بلدة باخموت القريبة والأكبر بكثير. وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه خلال الأيام الثلاث الماضية تجاوزت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة سوليدار 700 شخص، وتم تدمير أكثر من 300 قطعة سلاح. وتسعى روسيا للسيطرة على مدينة باخموت عقب الاستيلاء على مدينة سوليدار، نظرا لأهمية باخموت الاستراتيجية لموقعها كبوابة جنوبية شرقية في عمق منطقة دونيتسك نحو المدن الرئيسية في المنطقة. المزيد في العرض التالي.
أعلنت أوكرانيا أن قواتها الجوية شنت 16 غارة على مجموعات تمركز للقوات الروسية، بالإضافة إلى 5 ضربات أخرى على مواقع مضادة للطائرات وأنظمة صواريخ تابعة للجيش الروسي خلال 24 ساعة. وذكرت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الأوكرانية أسقطت أيضا طائرة روسية من طراز سوخوي 25 ومركبة جوية من دون طيار، وقامت بصد هجمات روسية بالقرب من 17 بلدة. استهدفت المدفعية الروسية هاوتزر هذاتية الدفع من طراز ميستا تمركزات للمدفعية الأوكرانية. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن أطقم البطاريات المذكورة انضم لها العديد من العسكريين الذين تم استدعاؤهم من الاحتياط في إطار التعبئة الجزئية. وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة الروسية والجهات المعنية بحماية سكان مناطق دونباس وزابوريجا وخيرسون من الملاحقة الجنائية من قبل أوكرانيا لأسباب سياسية. وكذلك وجه بوتين الجهات الروسية باتخاذ التدابير اللازمة لتزويد المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا بالأدوية لمعالجة مختلف أنواع العدوى، كما وجه بتقديم مقترحات لإعفاء الأطباء من الخدمة العسكرية وإنشاء مركز خاص لتأهيل جرحى العملية الخاصة وتأسيس نظام لدعمهم. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي بحاجة لمواصلة الضغط المتزايد على روسيا ودعم أوكرانيا. وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السويدي أشارت فون دير لاين إلى أن روسيا قطعت 80% من إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي في 8 أشهر منذ بدء الأزمة في أوكرانيا، إلا أن التكتل عوض ذلك عن طريق تنويع مصادر الإمدادات. أعلن حلف شمال الأطلسي الناتو عزمه نقل عدد من طائرات الاستطلاع المتمركزة في ألمانيا إلى رومانيا، حيث ستكون أقرب إلى مواقع العمليات في أوكرانيا. وقال الناتو إن طائرات نظام الإنذار المبكر والتحكم التابع له من المقرر أن تصل إلى بوخارست الثلاثاء القادم لدعم وتعزيز الحلف في المنطقة ومراقبة الأنشطة العسكرية الروسية. وستتمركز طائرات نظام الإنذار المبكر والتحكم التي عادة ما تكون بالقرب من مدينة أخان غربية ألمانيا في قاعدة القوات الجوية الرومانية قرب بوخارست على بعد نحو 200 كيلومتر من الحدود الشرقية لرومانيا مع أوكرانيا، ومن المقرر أن تظل هناك عدة أسابيع. استقبلت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس القوات الأوكرانية التي تتلقى تدريبات عسكرية في بلادها. وتستهدف البرامج التدريبية الإسبانية رفع قدرات القوات الأوكرانية في مجالات الرماية الدقيقة وإزالة الألغام واستخدام الأسلحة المضادة للطائرات، فضلا عن التدريب على نظام هوك المضاد للطائرات الذي تبرعت إسبانيا بست قاذفات منه لأوكرانيا. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام الولايات المتحدة بدعم اليابان في المجال الدفاعي، وخلال استقباله رئيس الوزراء الياباني فوميو كاشيدا في البيت الأبيض شدد بايدن على العلاقة الاستراتيجية بين واشنطن وطوكيو في العديد من المجالات. من جانبه أكد كاشيدا على أن اليابان والولايات المتحدة تواجهان تحديات أمنية معقدة تستلزم تعزيز التعاون المشترك. كما التقى رئيس الوزراء الياباني مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات والتأكيد على الدعم الأمريكي إلى اليابان.
وقالت هاريس إن الجانبين سيوقعان اتفاقية بشأن التعاون الفضائي في وقت لاحق. على مدار عقود ارتقى التحالف بين الولايات المتحدة واليابان ليشمل كافة المجالات، وبات يصنف على أنه أقوى التحالفات العالمية. في مواجهة التحديات السياسية المتزايدة في العالم ولا سيما منطقة جنوب شرق آسيا، تظهر قوة التحالف الأمريكي الياباني في التنسيق بين البلدين إزاء التعامل مع شتى القضايا المختلفة ذات الاهتمام المشترك. فعلى مدار عقود ارتقى التحالف بين واشنطن وطوكيو ليشمل كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وبات يصنف على أنه أقوى التحالفات العالمية، إذ تعد الولايات المتحدة واليابان من أقرب الحلفاء والشركاء. المواقف السياسية بين البلدين تتوافق بشكل قوي ونشط في أغلب المحافل والاجتماعات الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بالمخاوف الأمريكية اليابانية من تنامي النفوذ الصيني سياسيا وعسكريا واقتصاديا في منطقة جنوب شرق آسيا. وبخلاف الملف الصيني، تتخذ الدولتان موقفا موحدا تجاه التعامل مع كوريا الشمالية وكافة التهديدات التي تمثلها للمنطقة والعالم، وذلك جراء تجاربها الصاروخية المتكررة والتي باتت تمثل تهديدا واضحا ومباشرا لليابان. أما في المجال الأمني، فقد سعت الدولتان إلى الحفاظ على تحالفهما الأمني عن طريق استمرار العمل بمعاهدة الأمن المتبادل واتساع إدراكهما الأمني للمخاطر والتهديدات الإقليمية والسعي لإعطاء اليابان دورا أكبر في المجال الأمني. وتحتفظ الولايات المتحدة على مدار عقود بتواجد عسكري قوي في جزيرة أوكيناوا الواقعة جنوبي اليابان، وذلك وفقا لمعاهدة أمنية مشتركة. ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، ظلت جزيرة أوكيناوا خاضعة للسيطرة الأمريكية حتى عام 1972، ويتواجد بها حتى الآن أكثر من نصف القوات الأمريكية في اليابان، والبالغ عددها 50,000 جندي في الجزيرة الاستراتيجية القريبة من تايوان. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلقي خطاب الاتحاد السنوي أمام أعضاء الكونغرس في 7 فبراير المقبل. ومن المقرر أن يعرض الرئيس الأمريكي في خطابه التقدم الذي تم إحرازه خلال الأعوام الماضية ورؤيته للفترة المقبلة من حكم أمريكا. اتهمت الصين الولايات المتحدة بتسييس القضايا الاقتصادية بسبب طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن اقتراحا لمنع وصول الصين إلى تقنيات الرقائق المتقدمة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستولي اهتماما وثيقا بالخطوة ذات الصلة وستحمي مصالحها بحزم، داعيا إلى العمل المشترك لحماية النظام التجاري متعدد الأطراف واستقرار الصناعة العالمية وسلاسل التوريد. أعلنت تايوان أنها رصدت 7 طائرات عسكرية صينية و3 سفن حربية في المضيق، وذكرت أنها أرسلت طائرات وسفن واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة الطائرات والسفن الصينية. في الوقت نفسه نوهت بعدم عبور أي طائرة صينية خط الوسط لمضيق تايوان خلال هذا الوقت. قالت شركة أمبر جريد المشغلة لنقل الغاز من ليتوانيا إلى لاتفيا إن انفجارا ضخما أصاب خط أنابيب غاز يربط بين ليتوانيا ولاتفيا. وأظهر مقطع فيديو نشرته فضائيات ليتوانية اندلاع حريق في موقع الانفجار، موضحة أن ألسنة اللهب ارتفعت نحو 50 مترا في الهواء ويمكن رؤيتها على مسافة لا تقل عن 17 كيلومتر. وأكدت الشركة المشغلة للخط عدم وقوع ضحايا في حادث انفجار خط الغاز، مشيرة إلى وقف الضخ مؤقتا. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة تطهير الدولة ومؤسساتها ممن يسعون إلى ضربها من الداخل ويعملون بكل الطرق على افتعال الأزمات.
وخلال زيارته مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بالعاصمة تونس، اتهم سعيد هؤلاء بتأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية عبر احتكار السلع والبضائع وسحبها من الأسواق. حكمت محكمة في نيويورك على منظمة ترامب المملوكة لعائلة الرئيس السابق دونالد ترامب بدفع غرامة قصوى قدرها 1,600,000 دولار لإدانتها بارتكاب مخالفات مالية وضريبية على ما أعلن مدعي عام مانهاتن في بيان. أجرت محاكمة مجموعة الملياردير الأمريكي المرشح لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024 بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وتزوير بيانات محاسبة، ولا سيما بهدف إخفاء مكافآت مالية تقاضاها بعض كبار الموظفين فيها عن مصلحة الضرائب. أعلنت الشرطة المجرية مقتل شرطي وإصابة 2 في اعتداء بسكين بالعاصمة بودابست، وأضافت الشرطة أن المشتبه به كان يحاول اقتحام شقة في مبنى سكني ببودابست عندما تم استدعاء الشرطة، وأن أحد رجال الشرطة المصابين توفى في وقت لاحق بعد نقله للمستشفى. أعلنت وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس ارتفاع حالات الدخول بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي بنسبة 64% عما كانت عليه قبل عام. ذكرت الوكالة أنه تم تسجيل 330,000 دخول غير نظامي العام الماضي، جاء 45% منها من طريق البلقان، موضحة أن عدد حالات عبور وسط البحر الأبيض المتوسط وهو ثاني أهم طرق الهجرة غير الشرعية تجاوز 100,000 بزيادة نسبتها أكثر من 50%. أكدت منظمة الصحة العالمية أن الكمامة تظل هي الأداة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا، خاصة مع الانتشار الحالي له على مستوى العالم. ونصحت المنظمة في آخر تحديث بشأن الفيروس بأن يستمر الأشخاص في ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، وذلك بصرف النظر عن الوضع الوبائي المحلي. توقع عالم أوبئة بارز في الصين أن تستمر ذروة موجة فيروس كورونا في البلاد من 2 إلى 3 أشهر، وأن يتفجر الوضع قريبا في المناطق الريفية الشاسعة حيث تكون الموارد الطبية شحيحة نسبيا. أحذر تسانغ جوانغ كبير علماء الأوبئة السابق في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن الأسوأ لم ينتهي بعد، وفقا لتقرير نشره موقع محلي. ويتوقع أن يزيد انتشار العدوى في المناطق الريفية حيث يعود مئات الملايين إلى مسقط رأسهم لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تبدأ رسميا في 21 يناير الجاري. حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من خطر تخلف واشنطن عن سداد الديون مطلع يونيو، وقالت يلين إنه من المرجح أن تصل الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى للديون المسموح بها قانونيا عند 31.4 تريليون دولار في 19 يناير، مما سيضطر وزارة الخزانة لتطبيق تدابير استثنائية لإدارة السيولة
يمكنها أن تحول دون التخلف عن سداد الديون حتى مطلع يونيو. في خطاب إلى قادة الكونغرس، حثت وزيرة الخزانة الأمريكية المشرعين على سرعة رفع سقف الدين أو تعليق العمل به. قال المستشار الألماني أوليف شولتز إن ألمانيا تجري محادثات مع الحكومة العراقية بشأن إمكانية استيراد الغاز الطبيعي من العراق، في وقت تسعى برلين لتنويع مصادر الطاقة بعد تراجع واردات الوقود الأحفوري من روسيا. هذا وصرح شولتز في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في برلين، قائلا إن محادثاته مع رئيس الوزراء العراقي تركزت على شحنات غاز محتملة لألمانيا، واتفقا على البقاء على اتصال وثيق. ولم يذكر شولتز تفاصيل أخرى عن أحجام الغاز التي تأمل ألمانيا في استيرادها من العراق. توقع بنك مورغان ستانلي تقلص الفجوة بين العرض والطلب في سوق النفط خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2023، بدعم من انتعاش الطلب نتيجة إعادة الصين فتح حدودها أو حدودها وعوامل أخرى. المزيد في سياق التقرير التالي. بدعم من انتعاش الطلب نتيجة إعادة الصين فتح حدودها وعوامل أخرى مؤثرة، تشير التوقعات إلى تقلص الفجوة بين العرض والطلب في سوق النفط خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2023. وتوقع بنك مورغان ستانلي بلوغ سوق النفط التوازن في الربع الثاني، ثم تتحول إلى قلة في المعروض في الربعين الثالث والرابع، مما يدعم ارتفاع الأسعار في وقت لاحق من هذا العام. إلا أن عدم اليقين بشأن أمور مثل إلغاء القيود في الصين وانتعاش حركة السفر والمخاطر المتعلقة بالمعروض النفطي الروسي وبطء إنتاج النفط الصخري الأمريكي والتوقف عن الضخ من الاحتياطي الاستراتيجي من النفط ستتحول وفقاً للبنك إلى عوامل مؤثرة. وتوقع مورغان ستانلي أن تظل أسعار خام برنت في الربع الأول في إطار نطاق يتراوح بين 80 و85 دولاراً للبرميل، لكنه توقع أيضاً وصول الأسعار إلى 110 دولارات للبرميل بحلول نهاية العام، مشيراً إلى أن سقف العرض ما زال غير مرتفع وأن المخزونات ما زالت منخفضة. بالموازاة مع ذلك، تستعد السوق لقيود إضافية تستهدف مبيعات منتجات الوقود الروسية المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في فبراير، إذ يواصل الاتحاد الأوروبي العمل على فرض مزيد من العقوبات على موسكو بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن الحظر المقبل من الاتحاد الأوروبي على الواردات المنقولة بحراً من المنتجات البترولية الروسية قد يكون أكثر تأثيراً من ذلك الذي فرضه الاتحاد على واردات النفط في ديسمبر 2022. افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعمال تطوير مركزي الشباب الريانة والمحاميد بحري بمحافظة الأقصر، واللذان تم تطويرهما ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بتطوير مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية ومنها منشآت محافظة الأقصر، وذلك بالتنسيق والتعاون الفعال مع محافظي المحافظات لتحقق تلك المراكز رؤية الوزارة في تقديم خدماتها للنشء والشباب وخدمة المجتمع كمراكز خدمة مجتمعية. أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات ماراثون الأقصر الدولية في نسخته 30 بمشاركة 500 من المصريين والأجانب من أكثر من 42 دولة من مختلف دول العالم. وأكد وزير الرياضة على اهتمام الوزارة بالمشاركة في تنفيذ الفعاليات والماراثونات الرياضية واستضافة مختلف الأحداث الدولية طوال العام في ضوء نشر ثقافة الممارسة الرياضية
والترويج للمعالم السياحية والأثرية التي تتميز بها البلاد، وكذا المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر خلال الآونة الراهنة تحت قيادة الرئيس السيسي. استهل المنتخب الوطني مشواره في بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في السويد وبولندا بتحقيق انتصار تاريخي على حساب نظيره الكرواتي بنتيجة 31 مقابل 22 هدف، وبذلك يحصد المنتخب الوطني أول نقطتين في ضربة البداية بمونديال اليد ليتصدر المجموعة السابعة وبفارق الأهداف عن الولايات المتحدة الأمريكية التي انتصرت هي الأخرى على المغرب بنتيجة 28 مقابل 27. فاز الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 92 مقابل 64 ضمن بطولة دوري السوبر. بتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة العاشرة، بينما رفع الزمالك رصيده إلى النقطة التاسعة. ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في الجولة القادمة بنادي الجزيرة، بينما يصطدم الزمالك بنادي الاتحاد السكندري. وإلى كرة القدم، حيث فاز فريق المقاولون العرب على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية ضمن حسابات الأسبوع 13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاولون للنقطة 21 بالمركز الخامس، بينما تجمد رصيد الإسماعيلية عند 7 نقاط بالمركز الأخير. تعادل فريق فاركو مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 13 لبطولة الدوري الممتاز. بتلك النتيجة ارتفع رصيد فاركو إلى 13 نقطة ليحتل المركز 11، بينما ارتفع رصيد سيراميكا إلى 16 نقطة في المركز العاشر. في الدقيقة 28 يحرز اللاعب أحمد هذا وتعادل فريق أسوان مع ضيفه حرس الحدود بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على استاد أسوان، وذلك في إطار مباريات الجولة 13 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. بهذه النتيجة رفع نادي أسوان رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع، بينما رفع حرس الحدود رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس عشر. أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2023 عن مواجهة فريق سياتل الأمريكي للفائز من مباراة الأهلي مع أوكلاند سيتي النيوزلندية، كما أسفرت القرعة عن مواجهة الوداد المغربي مع الهلال السعودي في الدور الثاني، ويشارك فريق ريال مدريد الإسباني فلامينغو البرازيلي بداية من الدور نصف النهائي. ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مباراة الدور الأول أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي في الأول من فبراير المقبل، وتقام البطولة في دولة المغرب بين الأول من فبراير حتى 11 من فبراير 2023. يواجه منتخب السنغال للمحليين نظيره منتخب كوت ديفوار اليوم في الجولة الأولى من بطولة إفريقيا للمحليين المقامة في الجزائر
خلال الفترة من 13 يناير إلى 4 فبراير، وتقام المباراة ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أوغندا وجمهورية الكونغو. حل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة المرشحين لجائزة ذا بيست لعام 2021-2022 التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونتابع في العرض التالي مشوار صلاح للمنافسة على ذا بيست. يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي على ملعب أولد ترافورد اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإنجليزي. ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول الترتيب للدوري برصيد 35 نقطة وبفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث، بينما يأتي مانشستر سيتي وصيفا برصيد 39 نقطة خلفا للمتصدر أرسنال والذي يملك 44 نقطة. وقبل الديربي تأهل فريق مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد الفوز على تشارلتون أثليتيك بثلاثية في دور 16، ولكن ودع السيتي المسابقة بعد الخسارة أمام ساوثهامبتون بهدفين من دون رد. يحل فريق ليفربول ضيفاً على برايتون اليوم في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي. يطمح ليفربول للاقتراب أكثر من المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز الثامن برصيد 27 نقطة. يستضيف فريق انتر ميلان نظيره هيلاس فيرونا اليوم في الجولة 18 من الدوري الإيطالي، ويبحث انتر ميلان عن الفوز للتعمق في المربع الذهبي للمسابقة، حيث يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد هيلاس فيرونا في المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط. يواجه فريق إشبيلية مضيفه جيرونا اليوم في الجولة 17 من الدوري الإسباني، ويسعى إشبيلية لحصد نقاط المباراة الثلاث لتعديل موقعه بجدول ترتيب المسابقة، حيث يتواجد في المركز 17 برصيد 15 نقطة، وبينما يمتلك جيرونا في جعبته 18 نقطة.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت طقس بارد في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفي الختام تذكرة بأهم العناوين. الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير الشامل لهضبة المقطم ويشدد على إقامة أنشطة استثمارية جديدة. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، التحالف الوطني يطلق أكبر مبادرة إطعام لدعم 5 ملايين أسرة. الخزانة الأمريكية تحذر الكونغرس من خطر تخلف واشنطن عن سداد الديون مطلع يونيو وتدعو لرفع سقف الدين. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لمتابعتكم، كنا معكم كريم حاتم وأنا آلاء طاهر.